فرح، يمكن مقولة بيغرق بشبر مي هي بتنطبق على الأشخاص اللي بيقعوا بحيرة وبضيعوا، ما بيعرفوا يرتبوا أولوياتهم، ما بيعرفوا شو بدهم، منين بدهم يبلشوا. هذا الشيء كتير عم نشوفه هلأ فرح بالنسبة لهذا الجيل. لكن رح نحكي اليوم معلومات كتير مهمة، كيف بترتب أولوياتك بشكل صحيح مع غالية سعيد، أخصائية بعلم النفس. صباحك يا غالية. صباح الرواق. صباح السعادة. كيف الأمور؟ تمام. رواق، حبيتي بيتنا الجديد القديم؟ كثير. فكرة كنت عم أقول عم تابع قبل أنه يلا ناطرة لنا حتى يجي لي دور هون. أكيد. صباحك غالية مرة تانية، وخلينا نبدأ بفقرتنا ونحكي اليوم عن كثير من الأشخاص اللي مثل ما قلنا دائما بيكونوا بموضع حيرة، يمكن ما بيعرفوا شو بدهم، هي المهنة اللي ممكن يختاروها مستقبلا، فخلينا نحكي عنها. مجمل خلينا نبدأ بهذا الحلسة مع أصدقائنا أو حتى مع عائلتنا. أول كلمة بتقولي أنتي أو حاطة ضمن خططي الأساسية أو حاطة ضمن الفكرة الأساسية اللي ببالي إنه رح أعمل هيك، أول شيء من أولوياتي إني أعمل هيك. قديت إحنا بنعيد هاي الكلمة ومنكررها أو لازم أعمل هيك أو لازم أو المفروض أو أنا عم خطط عم فكر عم بتوجع. قديت أنتي بتقولي هاي الكلمة؟ ممكن أنا كمان وأنتي كمان وأي حدا كل سنة بقولها على فكرة، ما كل يوم بنقولها. دائما نحن بارعين باستعمال مصطلحات الكلمات، أولويات، لازم، خطط، أساسيات، شغلات بتهمني، لازم أعمل هيك، لازم ساوي هيك، بس نحن رائعين بعدم تنفيذ الخطط. يعني نحن عن جد نكثر، أنا متأكدة أنه إذا بتفوت لعند أي حدا على الأجندة تبعه فبتلاقي خطط، مشاريع، يعني مخططات رائعة مذهلة إذا فعلا كان هو مطبقة خاصة برأس السنة كلها هاي كتيرة. ولكن على أرض الواقع عن جد كلياتنا بتلاقينا إيه لازم أعمل هيك، وبيعترف أنه عنده لازم، بيعترف أنه عنده أولوية، بس ما بعرف ليش أعمل هيك، ما بعرف ليش ما عم بقدر أعمل هيك. دائما منحط الفكرة الأساسية ومنضيع عن ثانويات الفكرة. في فكرة دائما كتير مهمة بيقولوا لك لما بدك تحققي أي صلب لقصة أو لفكرة أو لموضوع، ما بدك تدرسي بس الهدف الأساسي، بدك تدرسي ثانويات الهدف، لأنه خليني أقول لك الحاشية اللي بتكون حوالين الهدف أو الفكرة أو الأولوية هي سبب أساسي لتحقق لك الفكرة الرئيسية. نحن بنهتم بالفكرة الرئيسية، بنصدرها، بنبروزها، خليني أقول لك بنعطيها كتير أهمية، وبعدين بنترك الثانويات اللي حواليها اللي هن الأشخاص، قدراتك، إمكانياتك، وقتك، مثلا الظروف المحيطة، ظروفك المحيطة، هل هي فعلا أنه أنت عم تدرسي أنه الأولوية اللي عم بتحطيها، الهدف اللي عم بتحطيه، هل أنت بوقت قادرة أنك تعملي، قادرة أنك تحققي؟ نحن كتير شاطرين بنحط أهداف كتير يمكن، بس على التنفيذ أنا بتأكد أنه يمكن نسبة كتير قليلة يلي بتحكي وبتلتزم. ففكرة الأولوية أعرف شو بدي، شو إلي، شو علي، وكتير مهمة فكرة مين اللي عم يحيط بهذا الهدف، وهل هو بيخدم أو ما بيخدم هاي الفكرة. طيب خلينا نحكي، يعني هلا مثلا على ابسط مثال، انه بدي اروح مثلا على النادي الرياضي، او مثلا بكره بدي بلش اتعلم لغه ثانيه، بتحسي انه نحن قادرين وعندنا وقت كمان غاليه، يعني نسجل صندوق ايه، بس يعني ما بنلتزم. في عنده مشكله الانسان مع الالتزام، كيف في يدرب حاله الانسان على الالتزام بشيء هو حابب يعمله ويطور من حاله؟ تماما. رح اقول لك شغله، نحن مجتمع شاطر بالتسويف، تعرفي هاي نحن براعة، في عنا مناطق راحة، بتحسي انه عنا دائما مناطق الراحة نشطة بشكل كتير فعال. نحن شعب او نحن مجتمع شاطر بالتبريرات، صحيح. يعني انا مثل ما قالت فرح، نحن بس بنسجل، يعني فعلا انت بس تروحي بتدفعي بتزيدي الميزانية تبع المكان اللي انت رايحة عليه وما بتنزلي، اوكي؟ انت بس بتقولي انا نويت اعمل دايت، بس انت ما بتعملي هذا الشيء، انا بس بصدر للمجتمع انه انا ناوي يا جماعة اعمل هيك، بس انا ما عم بعمل هيك. نحن بارعين بالتسويف، بارعين تبع بس لو، يلا لبكره، يلا لبعد بكره، وعلى فكره بنطلع حجج هي ما لها مقنعه، بس بنقنع حالنا فيها، والاحلى من هيك انه بنستشهد باخرين ليقنعونا. شو رايك ناجل التمرين بس ليهدى الطقس شوي؟ طبعا انا بكون كمان هيك يعني ما كثير شاده مع اي والله معك، حدا بينزل بيتمرن بالشوب هلا؟ شو رايك بلش دايت بعد ما تخلص هاي الحفله؟ اكيد معقول تحرمي حالك من الاكل الطيب؟ وانا كمان عم اقول يلا وبلش انا معي. فنحن جمهورنا بيساعدنا بهذا الموضوع، صحيح. يعني انت لما بتاخذي قرار انا متاكده انه كل جمهورك اللي حواليك او الاصدقاء المقربين هن اول حدا بيصفي لك بيقول ايه برافو، احنا بنشد معك على عدم الالتزام. هي الفكره انه انا ليش ما بلتزم؟ لانه اولا بقول لك انا ما بكون حاطط قرار ومتاكد منه مليون بالمية، ليه؟ لانه بيكون القرار اللي انا اخذه لسه مو ضارني ضرر كامل. يعني خلينا نقول الأبسط الأشياء، بيتعلم لغة لسه
اضطريت انه انا خلص صرت بمحك انه انا اذا ما معي مثلا لغه ثانيه انه مثلا حتوقف حياتي العلميه او العمليه، اما لو انا متاكده انه كانت على وقفت على محك رح تركض فورا. بس انا دائما بحاول اختار مناطق الراحه، قلت كثير ما كثير حلوه، بارعين نحن باماكن الراحه. طب غاليه خلينا نحكي عن الخطوه الاولى، يعني مثل ما قلنا دائما نحن بنفتقد لهي القدره انه نحن نبلش خطوه اولى، لما بنشوف نتائج بنتشجع للخطوه الثانيه وهيك، فكيف فينا نبلش بهي الخطوه؟ تماما. ستيفن كوفي عمل شغله كثير حلوه، قال تعالوا يا جماعه نعمل شيء اللي هو الورقه والقلم. الورقه والقلم كثير شغله حلوه، في ناس تقول لك ايه بكتب بس بنسى، فراح عمل شيء اسمه مربع المهمات او الاولويات. قسم القصص على اربع اشياء، وفعلا انت اذا بتقسمي امورك على هذا الموضوع بتحاولي تفكري فيها بالقصص كثير بتلاقي شيء. مثلا حط عندك شيء هام ومستعجل، انه انا الشيء لازم اعمله بستعجل، بحط بقى شو لازم الاشياء المهمه، وبيقول لك لازم ما تكتريهم، لازم ما يكونوا اكثر من ممكن شغله او ثلاث اشياء، مو اكثر من هيك، لانه اساسا قدرتك البشريه بتطلع عن السيطره، ولو انجزتيهم كلهم ما بيكون فيهم ابداع. بعدين في عندك شيء هام بس غير مستعجل، انا لازم اعمله بس انا مالي مستعجله عليه، بس لازم اني انا اعمله. وفي عندك شيء انه مستعجل وضروري، وفي عندك غير مستعجل وغير ضروري، فهي اولويات انت بتحطيها على هذا الاساس، يعني بالورقه وبالقلم. خلينا نقول عن جد دائما بيقول لك في اشخاص لا انا عقلي بيحفظ، عقلك ما بيحفظ. دائما بيقولوا لك قلم الرصاص اصدق من ألف فكره، لانه هو بيثبت بيكتب قد ما اجت افكار براسك، مو مثل لما انت بتثبتيها. والاهم من هذا كلياته في كثير ناس لما بتحط اولويات ما عندها مرونه او براعه بالوقت. الوقت يا جماعه هو يعني سيد الموقف. تمام. دائما لما بتقولي انت بتحطي اولويه بحياتك حددي لها وقت، قولي انا بهذا الوقت اتوقع من نفسي انه انا اعمل هيك. مو مفتوح يتعلم لغه يلا معي سنه سنتين ثلاثه، فانت دائما بتاخذي مناطق الراحه بتكبر عندك اكثر. اما حددي وقت لحالك، وفي سؤال كثير مهم بعد كل نهايه هذا النهار لازم نسال حالنا، هل انا تقدمت ولو لحظه؟ هل انا تقدمت لو خطوه؟ مين جمهوري اللي عم بيشجعني هذا الموضوع؟ بحاول اشوف اشخاص سبقت هي القصة أو عملت هي القصة وبتابعها، مو أشخاص هي ناشطة بمجال الراحة ويلا بكرة يلا بعد بكرة يلا هيدي القصص كلياتها، لأنه هيك حيرجعوكي خطوة لورا. فتحديد أولوياتك عن جد بالورقة وبالقلم شغلة كتير مهمة. أوكي في ناس تقولك لسه بعد في موبايلات، بعدوا عن الموبايلات وتحديد، في ناس تقولك حط تذكير على تليفوني، حط شيء تليفون بغشك، انت قادره بكبسه زر تلغي المنبه وتنتهي يعني تنتهي عنه تماما. بس الورقه والقلم حتى عضلات الايد قال، وكل شيء حواسك وانت عم تكتبيها بتتشارك معك انه انت لازم تعمليها. والخيال ما بتتخيلي كم مره تخيلتي حالك وانت ناجحه او اكيد كلها قصة وانت عم تنزلي وزنك او انت عم تحكي بلغه بدك اياها او انت عم تعملي شيء. انا سافرت 3 مرات الصين ورحتي ورجعتي. الخيال ما بتتخيلي شو بيعمل. اول شيء بحفز لك الهرمونات الموجوده عندك، بعدين بحفز شيء اسمه مولد الطاقه والتحفيز اللي موجود عندك بشكل كثير كبير، بعدين بيصير بيعيشك بهذا الاحساس. يعني انت اذا هلا جوعانه ومتخيله هي قطعه الجاتوه اللي رح تجيكي وهيك لحالها عصارات الهضمه بالمعده بتصير تتحرك انه في اكله طيبه، فما بالك اذا عم تتخيلي احلامك وامنياتك. فالخيال نقطه كثير مهمه، اذا ما عندنا خيال اولوياتنا ممكن تضل على ورق، احلامنا ممكن تضل على ورق. والاهم رافق الشخص يلي بيصفق لخيالك، اللي وانت عم تسردي بخيالك بيقول لك انا معك برافو شو حلو، متخيله حالك بعد فتره، شايفه حالك بعد هالفتره هي. اما مو الشخص بيقول لك تعالي وين رايحه، نحن قاعدين على الارض لساتنا. هذول الاشخاص محطمين الاحلام وصارخين الاحلام بشكل مخيف جدا. طب خلينا نحكي، يعني دائما بيقولوا انه اذا بدك ترتب اولوياتك رتبها من الاسهل للوصول يعني هيك تدريجيا للاصعب حتى نقدر ننفذ خطوه خطوه، انت مع هذا الهرم اللي بيقولوا؟ طبعا. مين قال انه انا لازم احط فورا انه انا بثلاث ايام لازم اتحدث اللغه الفرنسيه؟ ايه مستحيل، نحن باللغه العربيه عم نخربط فيها احيانا. دائما بقول لك بلشي بالممكن حتى تلاقي حالك بعد شوي عم تعملي الصعب، بعدين تلاقي حالك عم تعملي مستحيل. قد ايه اشياء كنتي بتقولي بحياتي انا هي كثير صعبه علي، لما بلشتي بخطوات بسيطه لقيتي حالك عم تعملي اشياء مستحيله كانت نوعا ما بفتره من الفترات. اكيد لازم تعطي قدرتك امكانياتك، احلى شيء انك تعترفي بالقدرات الموجوده عندك. انا قد ايه قدرتي حفظيه بصريه، بقدر احفظ كذا، بقدر احفظ كذا، بقدر استوعب كذا، يعني ما نعيب انه انا اقول مثلا انا ما بقدر استوعب اكثر من 10 دقائق، خلص بمشي على هذا القدر، مو انا بضل بشد على حالي، لا، فبلش بالاشياء البسيطه. خليني خاصه لما بدي اطلع انا من فكره انه انا كنت حدا مرتاح ومروق ومشاعري واهدافي كلها موجوده على الورق، هلا بقريكي اياها، بس ما في شيء تنفيذ،
فكرة التنفيذ كثير صعبة، كثير عن جد مهمة شاقة جدا. بلشوا بالشغلات البسيطة، تخفيف وزن، تغيير عادة بسيطة، بعدين اطلعي للشغلات المهمة، انك تعملي مثلا مشروعك، تتحدثي لغة كثير مهمة، تعملي اكثر من قصة. ايه اما فورا كون انا شخص ما بيعرف يحكي عربي بعدين صير احكي ثلاث لغات، كثير صعبة بالنسبة لي، رح اشعر بالاخفاق ورح انزل فورا ووقف عن كل اولوياتي. نعم اكيد. يعني بالختام نتمنى هيك نصيحة سريعة لكل الاشخاص ان كانوا مقبلين على مشروع معين او حتى تغيير جذري بحياتهم. اول فكرة لا تحكي احلامك قدام حدا، ولا تحكي انه بدك تغيري قدام حدا، لانه الناس اول اشخاص هي محبطة بالنسبة لك. واذا شخص مالك مآمنة بقدراته انه دعمك لا تحكي قدامه. ثاني شغلة، تخيلي دائما حالك دائما بالعالي وكل الناس عم بتصفق لك وانك وصلتي. والاهم من بعض منها، اكتبي كل شيء بدك اياه. نعم. خلي الورقة والقلم برفيقك، وهذا الشيء هو بحقق لك شيء انت كنت حاطه. شكرا لك غالية على كل المعلومات والطاقة الايجابية اللي اعطيتينا.